إذا ما عندكم مانع خلينا اليوم نعمل جولة سريعة حول مسألة مهمة جداً بحياة الإنسان المؤمن. يلي خلاني أفكر بهيدي الجولة هو أنه أحد الزملاء في العمل ما كان ملتزم دينياً بالمناسبة، كان ممكن يعيش غفلة للأسف. المهم سمعته عم بيقول الفم مباءة، يعني الفم مكان لتجمع الأوبئة. حاولت استغل الموقف وقلت له صحيح جدا هيدا الحكي، بس لو تعرف قديش عنا بثقافتنا الإسلامية تأكيد على هيدا الجانب كنت استغربت كتير. وبلشت أحكي له عن الرسول الأكرم صلوات الله عليه وآله وسلم قديش كان يعطي لموضوع الفم أهمية بالغة وما يترك مناسبة أبدا إلا ويستغلها لتوجيه المسلمين إلى ضرورة الاعتناء بالفم وبما يحتوي عليه الفم من اللثة والأسنان وكل أجزاء الفم. قلت له من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الخصوص نظفوا طريق القرآن. ولما سألوا يا رسول الله وما طريق القرآن؟ قال أفواهكم. قالوا بماذا؟ قال بالسواك. كان يبدأ يومه بالسواك، أول ما يستيقظ كان يستعمل المسواك صلى الله عليه وآله وسلم، وبعدين يتمضمض 3 مرات قبل ما يشرب ماء، انتبهوا. ولما يروح لينام أيضا كمان كان يستاك ينظف أسنانه قبل النوم، وكان يستاك أيضا بعد كل صلاة. وبشوف البعض بيتساءل عن هيدا السلوك وهيدي العلاقة مع السواك، فكان يقولهم لكل شيء طهور وطهور الفم السواك، وإذا ما عندكم سواك استعملوا أصابعكم إذا كانت نظيفة أكيد. وكان يقولهم أيضا أي الرسول هنا السواك شطر الوضوء، يعني نصف الوضوء أو جزء من الوضوء. إمامنا الصادق عليه السلام كمان كان يقول بيوم من الأيام اشتكت الكعبة من أنفاس المشركين ورائحة أنفاسهم الرديئة، الله أوحى للكعبة لا تهتمين، حبدل هالناس يلي روائحهم مزعجة إليك بآخرين يتنظفون بأعواد الشجر، وهنا يقصد به السواك. وفعلا لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل عليه الأمين جبرائيل بالسواك والخلال، وفي كلام ببين أهمية وفوائد السواك عن الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله وسلم، بيقول فيه السواك من السنة، وطبعا له فوائد كتيرة جدا بنذكر منها يطهر الفم، يجلو البصر، يرضي الرحمن، يعني عمل يجلب رضا الرحمن، بيبيض الأسنان، بيشد اللثة، يشهي الطعام، يعالج البلغم ويقوي الحافظة ويضاعف الحسنات، وأيضا تفرح به الملائكة. من شان هيك بعد ما يعرف الإنسان قديش في فوائد للسواك بيعرف ليش بيقول الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم ركعتان بسواك أحب إلى الله عز وجل من 70 ركعة بغير سواك. أما فيما يخص التخلل، يعني استعمال العود لتنظيف ما بين الأسنان، فالروايات أيضا يلي عنا عجيبة جدا بتبين قديش الناس بعيدين كل البعد عن تعاليم هيدا الدين الرائع. فالنبي صلوات الله عليه وآله وسلم يقول حبذا المتخللون، يعني ما أحب الذين يستعملون الخلال إلى الله. وبعدين يذكرهم أنه ماذا؟ أن هناك مالكين عن يمين الإنسان وعن شماله يسجلون، واحد بيسجل الحسنات وواحد بيسجل السيئات. المهم بيقولهم أكتر شيء بيأذي الملكين هودي، يعني يلي عم بيسجل الحسنات والسيئات، إنه يشوفوا بقايا طعام في فم المسلم هو وعم بيصلي. ومن آثار استخدام الخلال يلي بيخبرنا عنها الإمام الصادق عليه السلام نقلا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تخلل أثر الطعام، يعني بعد الأكل، فإنه مصحة للفم والنواجذ ويجلب الرزق على العبد. ما تتعجبوا من هذه الأحاديث والأخبار، لأن ديننا دين النظافة والنزاهة والجمال أيضا. وآخر شيء بنقلكم إياه عن الرسول الخاتم صلوات الله عليه وعلى آله ببين قديش الخالق سبحانه بيهتم بالمحيط النظيف، بيمنع رحمته عن الأماكن الموبوءة المليئة بالجراثيم والشياطين. فبيقول النبي صلوات الله عليه وآله وسلم لما تأخر الوحي عنه بعض الوقت سألوه ليش تأخر عنك الوحي، قال لهم وكيف لا يحتبس عني الوحي وأنتم لا تقلمون أظفاركم ولا تنفون روائحكم. يعني نحن مجتمع مسلم هويتنا النظافة في البدن والثياب، وهويتنا أيضا أن يشم الوافد إلى أحيائنا وبلداننا أطيب العطور وأرقاها، ولكن للأسف اليوم ابتعدنا عن هذه الهوية. الواقع كان هذا الأخ مبهورا بهذه التعاليم النبوية الشريفة، والمطلوب أن نثقف الجيل الجديد على الاهتمام بنظافته وجمال ثيابه، وأن يكون معطارا ضمن حدود فلا إسراف في الطيب، مثل ما إجا في أحاديث النبي وأهل البيت عليهم السلام. دمتم سالمين وإلى اللقاء.